أثابكم الله. هذا سائل يسأل عن الفرق بين التأمين التعاوني والتأمين التجاري. التعاوني هو الذي ذكرنا صورة منه، هي الصورة التي الصندوق التعاوني الذي يقصد منه مساعدة المحتاجين ولا يرجع لصاحبه فائدة مالية، إنما يرجع لصاحبه الأجر والثواب فقط، هذا التعاوني. أما الاستثماري فهو أن يقصد رجوع العائد عليه والربح عليه، هذا تأمين تعاوني تجاري، تأمين تجاري ما هو تعاوني، هذا تجاري، ليس المقصود منه التعاون، إنما المقصود منه الاستثمار والتنمية، هذا هو الذي لا يجوز، لأنه أكل لأموال الآخرين بالباطل. فأن تدفع مثلا 100 ريال، إذا حصل عليك غرامة 50,000 100,000 يدفعها الصندوق، من أين جابها؟ من أموال الناس الآخرين، هذا لا يجوز. نعم.